ولتسليط الضوء على خطوة الحكومة تخفيض سعر الدينار العراقي، معنا من لندن الأستاذ إبراهيم العجيلي، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك معنا أستاذ إبراهيم. أهلا أستاذ، حياك لك ولجميع المشاهدين. حياكم الله. بداية، الميثاق الوطني العراقي أكد أن تخفيض قيمة الدينار بداية انهيار العملة العراقية. كيف ترون هذه الخطوة وما الهدف الحقيقي من ورائها باعتقادكم؟ طبعا هي هذه الخطوة خطوة لم يسبقها خطوة أفظع، خطوة خاطئة لتاريخ العراق، لم يسبقها مثيل في تاريخ العراق أبدا نهائيا. نعم. لأنه احنا نعرف انه ميزان الدورة الرأسمالية، الدورة المالية في المجتمع تتوازن مع قوة العمل والإنتاج الاجتماعي. أما الحكومة الحالية ألغت هذا الميزان وألغت الإنتاج الاجتماعي نهائيا وأغلقت المصانع تماما وربطت العملة العراقية والبترول العراقي بالدولار. فأي تلاعب بسعر الدولار يعني التلاعب بوسائل العيش وبقوة شراء المواطن. هذا التلاعب سيؤدي إلى مجاعة كبيرة وإلى اعتماد الناس على الطحين فقط حصرا، لأن الإنسان الذي يقبض 500,000 دينار شهريا أو أقل لن يتمكن من شراء احتياجاته في راتبه، أو اللي ما عنده راتب هو نعم. كاسب أيضا لن يستطع من توفير لقمة العيش لأطفاله. سوف يرتفع ما يسمى بالنظام الرأسمالي المادة الرديئة. ولعل ذلك أستاذ إبراهيم هو أهم من أهم وأخطر ربما انعكاسات هذا التغيير على الأوضاع المعيشية للشعب العراقي. نحن نتحدث عن أزمات تتفاقم يوما بعد آخر، وهذا التعويم للعملة سيؤدي إلى مزيد من الأزمة، أليس كذلك؟ هذا سيؤدي إلى اختناق، هذا سيؤدي إلى استعصاء تماما في المجتمع وفي النشاط الاقتصادي، وسيقطع ويدمر الدورة الرأسمالية في المجتمع، سينهيها تماما. هنا نعتمد احنا فقط على الدولار. عندما انخفضت العملة العراقية وأصبحت لا تساوي شيء، إذا انخفضت 1 سترتفع الأسعار 10، وإذا ارتفعت الأسعار 10 معناه انعدمت القوة الشرائية لدى الأفراد. نعم. وبالتالي فلذلك الخطوة هذه الخطوة هذه ستؤدي إلى المجاعة. وهل من المتوقع ذلك أن يزيد من حالة الغضب والغليان في الشارع العراقي، وبالتالي خروج الناس للمطالبة بأوضاع خدمية وصحية وتعليمية أساسية في الحقيقة؟ بالتأكيد. أنا لا يمكن أن أتكلم لك الآن عن توقعاتي في ثورة المجتمع ضد هذه الإجراءات وضد الجوع وضد الامتهان وضد السرقات العلنية وضد التحدي البشري. هذه ما أقدر أوصف لك آني غضب الناس وهجومهم على مراكز السلطة، سواء كانت في المحافظات أو سواء كانت المركز. لا أستطيع أن أوصف لك عمق هذه الثورة العارمة وعمق الغضب الجماهيري الشعبي وعمق المشاكل التي ستحدث في المجتمع. نعم. هل سيقود ذلك أو سيدفع الشارع العراقي باتجاه تفعيل هذا الحراك الثوري المستمر منذ عام ويزيد؟ هذا بالتأكيد. بالتأكيد هناك احنا عندنا يعني جناح شعبي واسع في ظل هذه السلطة، وهم الناس المجندون في الجيش والشرطة، وهم من أبناء الشعب، من أفراد الشعب العراقي. هؤلاء سيلتحقون حتما أمام وطأة، تحت وطأة الجوع والحاجة والحرمان، سيلتحقون في هذا الحراك. نعم. وهذه هي النقطة النهائية، وهذا أبعد نقطة ما يتوقعها الحاكم في العراق، لكن نحن نتوقعها. نعم. شكرا لكم الأستاذ إبراهيم العجيلي، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من لندن.